أهلا وسهلا بكم طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. في هذا الفيديو عزيزي الطالب سنتناول الموضوعات الأسبوع التاسع لوحدتنا والتي هي بعنوان فن الرسالة. فأهلا وسهلا بكم أحبائي وأعزائي الطلبة. أبدأ عزيزي الطالب بذكر الأهداف الخاصة بهذه الوحدة. أولا بيان موضوعات الوحدة، وثانيا توضيح المطلوب من كل منها. المفهوم الرئيسي التواصل، المفهوم ذات الصلة، الغرض، السياق العالمي، الهويات والعلاقات. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتناول فن من الفنون الأدبية بعنوان فن الرسالة. وفن الرسالة عزيزي الطالب هو فن من الفنون الأدبية له عناصر عدة، منها المرسل، منها نص الرسالة، منها الاستفتاح والغرض من هذه الرسالة والخاتمة والمرسل إليه. أنواع الرسالة: رسالة ديوانية، رسالة إخوانية، ورسائل أدبية. والرسالة كمفهوم عزيزي الطالب هو ما يكتبه المرسل على الورقة من أخبار ومعلومات على شكل خطاب لإرسالها إلى المستقبل، وذلك من خلال البريد. وهناك الرسالة الشفوية التي هي عبارة عن الكلام الذي ينقله المرسل إلى المستقبل شفويا، وتعتبر الرسالة من الفنون النثرية في الأدب العربي، والتي بدأت في العصر الجاهلي وتطورت مع تطور الحياة في المجتمعات العربية. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بالإجابة عن ورقة عمل خاصة بجمع التكسير. وكما قلنا سابقا أن الاسم يقسم من حيث العدد إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون مفرد أو مثنى أو جمع. والجمع عزيزي الطالب يقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن يكون جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير. وجمع مذكر السالم كما قلنا سابقا هو الجمع الذي ينتهي بواو ونون أو ياء ونون، ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، كأن نقول معلم فجمعها معلمون أو معلمين. أما جمع المؤنث السالم هو الجمع الذي ينتهي بألف وتاء ويرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، كأن نقول معلمة جمعها معلمات. جمع التكسير هو الجمع الذي لا ينتهي، إنما تتكسر حروف مفرده إما بزيادة أو نقصان، كأن نقول كتاب جمعها كتب، طريق جمعها طرق، عالم جمعها علماء. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنتطرق إلى ورقة عمل بعنوان جمع التكسير. وكما قلنا سابقا يعامل جمع التكسير معاملة الاسم المفرد، وتكون علامة رفعه الضمة وعلامة نصبه الفتحة وعلامة جره الكسرة. وفي هذا الأسبوع عزيزي الطالب سنقوم بقراءة درس رسالة إلى ولدي، قراءة جهرية معبرة. درس رسالة إلى ولدي هو نموذج لفن الرسائل، سنبين في هذا الدرس عزيزي الطالب نوع هذه الرسالة وخصائصها، ثم في نهاية الحصة سنقوم بتطبيق رسالة على هذا النمط من الدرس. سنقوم بتوجيه رسالة إلى والدنا، نبين فيها بعض النقاط المهم توضيحها في أثناء الحصة. وفي نهاية الدرس عليك عزيزي الطالب أن تنتبه إلى معايير القراءة الجهرية التي يجب الانتباه إليها دائما أثناء قراءتك، لتستطيع القراءة قراءة جهرية صحيحة خالية من الأخطاء. إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت من موضوعات الأسبوع التاسع. كما قلت سابقا أننا نتطرق في هذه الوحدة إلى فن من الفنون الأدبية هو فن الرسائل. سنقوم في هذا الأسبوع بتطبيق درس القراءة الجهرية بعنوان رسالة إلى ولدي، ثم سنستعد لإجراء اختبار القراءة مراعيا معايير القراءة الجهرية. وسنتطرق أيضا كما قلت إلى ورقة عمل لتعزيز القاعدة النحوية التي ستؤخذ في هذا الأسبوع، وهي بعنوان جمع التكسير.
إلى هنا عزيزي الطالب أكون قد انتهيت، شكرا لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء أحبائي الطلبة.